اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها على قد الايد بالذات النهارده. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه ورديحي بالخضار والجبنه. مكرونه عاديه خالص، الجديد اللي فيها ازود لها خضار وادخلها الفرن، يبقى انا عملت حاجه عظيمه جدا من حاجه قليله قوي قوي قوي. يعني انا كمان بضيف لها قيمه غذائيه، يعني هعمل مكرونه مش مهم ان انا اعملها بالصلصه وخلاص، كل النهارده مكرونه كده وخلاص. طب وليه؟ لو عندي جزرتين، عندي كوسيتين كده في الفلايه، يبقى انا زودت قيمه غذائيه اكتر. عندي كمان حبه جبنه موتزاريلا على وشها او جبنه رومي مبشوره على وشها برده، يديها شكل لطيف. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. انا عندي مكرونه قلم، عندي كوسه، عندي جزر، عندي فلفل، بصل، عصير طماطم وجبنه موتزاريلا. كل الحاجات دي قرديحي، مفيش اي لحوم، بسيطه مغذيه وشكلها كمان حلو. هنعمل منها صينيه. تمام، هاخد انا عندي اسلق المكرونه، هسلق المكرونه القلم، هحط بس ميه على النار تغلي، هتغلي بس المكرونه وبعدين احطها على النار. لازم ما الميه تغلي، لازم. خلاص، عصير الطماطم ضربه في الخلاط وعاملاه عصير تقيل، خليه لوحده. والبصل عارفين عادتي ان انا لازم اخليهم هم اللي يقطعوا البصل، علشان انا فظيعه بالنسبه لو في اخر اوضه الاقيني لازم ادمع من البصل، بس ساعات بضطر، بس انا بحاول قدر الامكان ان هم اللي يقطعوه. طبعا شرايح معقوله، مش شغلانه. طيب نقطع مع بعض بقى الخضار دوت، والجبنه هي موجوده، دي اخر حاجه بضيفها على البايركس. محتاجه بقى ان انا اقطع الخضار ده بطريقه كده تليق مع المكرونه القلم. ايه اللي ممكن يليق معايا؟ انا دلوقتي هاخد الفلفله دي هقطعها حاجات صغيره كده، فلفله بحالها. الفلفل مليان كالسيوم طريقه فظيعه جدا. كده شيل بس دي كده منها. طبعا لو فلفل بلدي تاخدي كذا واحده، يبقى صغنن كده وقشرته حلوه قوي، وطبعا ليه ريحه مميزه. ما فيش البلدي ده اللي شغال، خلاص شغالين بيه. انا شخصيا بحب البلدي اكتر كتير قوي قوي صراحه، يعني ما بحبش المليان السميك بتاع الصوب ده، بس لما يكون ما فيش غيره بضطر. بس اول ما بلاقي التاني على طول اللي هو البلدي ده بجيبه على طول، ما بفكرش. طبعا عايز تعمليها فلفل الوان، لو انت عندك شغليها، ما عندكيش وعندك اخضر بس، يبقى خلاص هنحط الايه؟ الاخضر. ماشي كده. شرايح رفيعه كده. حاجه شبيهه كده بالبصل، شبيهه بيها. نيجي بقى عند الكوسه، هقطعها ايه برضو، ممكن نعملها اربع تربع كده او نعملها عصيان رفيعه كده زي ما انت عايزه. ممكن كده، ممكن نقطع رفيع قوي زي الصوابع رفيعه. نعمل كوسايتين كفايه. طب انا بحب افهمكم في الاكله دي، بحب الخضار اكتر من المكرونه، بيبقى حلو قوي، مغذي خفيف على المعده جدا، خصوصا بقى اللي عاملين دايت ده حلو قوي قوي. الجزر بقى هبشره، ملوش فصال، عشان بس الميه غليت الاول، عشان ايه؟ احط المكرونه تتسلق، احط شويه ملح الاول في الميه، وبعدين انزل المكرونه ومغطاهاش عشان ما تفرش معايا. ممكن بس اقلبها تقليبه عشان ما تلزقش في بعضها. تقليبه كده، ابدا كمان ايه، افتح على الووك او الطاسه او الحله اي حاجه تانية
كده ايه اهو، فلفل، كوسه، جزر. ده في ناس ما بتدخلش بيتها الخضار ده غير كل فين وفين لما يجوا يطبخوا، حتى السلطه ما بيدخلوهاش، نواشف وخلاص. لا، الخضار ده اساسي جدا جدا. الخضار ده بيعمل مضادات حيويه اصلا للجسم، بيقوي المناعه جدا، ما بيعجزش الواحد بسرعه، لان النواشف بس من غير الخضار ده لا، ده اذى للجلد بتاع الجسم جدا. يعني مهم قوي الخضار لنضاره الجلد ونضاره الوش الايه، وبيساعد في الهضم طبعا، يعني بيمنع الامساك جدا جدا. يعني انما لكن نشويات ونواشف وخلاص، دي منع، انت عارفينها. منع الاصوات على الهواء. هو ايه اللي مجهود؟ مجهود في الخضار؟ ايه ده ايه ده؟ فين فين المجهود اللي ده بقى انا عملته؟ يعني صعب ان هم يعملوا خضار، ده هنغسله ونقطعه، اكتر من كده مش هنعمل. لا بالعكس، هو في ناس مش بيحبوه قوي، يعني يقول لك ايه لا مش بنحب الخضار، حتى اطفالهم مش بيحبوا الخضار ويسكتوا على كده بقى. مش يجوا مثلا لا يصمموا ويعملوا حاجات حلوه بالخضار فيضطروا ان هم ياكلوها او يدوقوها مجرد ان هي موجوده في البيت، انما الاهالي ساعات بتستسهل تقول لك لا ده ما بيحبش الخضار وما تعملش. دي كارثه، دي مشكله، دي كبيره جدا، انه خلاص هو بيتعود الخضار مش قدامه مش بياكله، فخلاص هو خد على كده بقى. انما لو لقاه قدامه ولقى كل الناس بتاكل اللي حواليه غصب عنه هياكل، هتلاقيه بقى بدا يتعود عليه. انما انا اجي اقول ايه خلاص هو ما بيحبوش وما اعملوش عشان ما بياكلوش، لا، اعملي مره واثنين وثلاثه وعشره والف، كلي هنتي هتلاقيه هو بياكل على طول. انما هتسمعي كلام العيل صغير مش فاهم حاجه خلاص هو ما بيحبش ولا اسمع كلامه، مفيش حاجه كده ابدا. عشان كده البيبيهات وهي نونه تبدا بقى من 8 شهور 10 شهور لازم نبدا نديهم الكوسه المسلوقه، الجزر المسلوق، الحاجات دي مهمه جدا. زي ما بنديهم كده، عارفه اغلبيه الاهالي كده تبقى ايه عايزين يديهم حاجه، يبداوا يسلقوا لهم التفاح ويديه لهم بقى والفاكهه والكلام ده، اسلقي كمان الكوسه واسلقي الجزر واديها لهم، ده لازم. بصوا، هات البصل وعليه شويه ملح صغيرين وابدا اشوحه كده شويه. خليها تبدا ان هي تصفر سنه، يعني مجرد عارفين لما الاطفال يشموا ريحه الخضار بس في البيت يشموه هيبدا هم ياخدوا عليه، ده بيبقى تعود. انما لما يبقى في بيتهم ما فيش ريحه الخضار مش لا خلاص هم طبيعيا كده تلاقيهم لا مش عايزين، احنا عايزين بقى ناخد محمرات، ناخد ناجتس، ناخد بطاطس محمره، ده اللي يعرفوه من الخضار. لا طبعا اوعوا، يعني لازم في كل حاجه نحشر الخضار ده. ان شاء الله سلطه خضراء كتير برضو من الاطفال مش بيحبوا سلطه خضراء، بس حطوها جنب الاكل هتلاقي ايديهم بتجرهم عليها. بنعمل لهم مثلا الجزر ده والليمون، دول كتير قوي وسعره حلو جدا ومغذي جدا. نبدا بقى نعمله للاطفال الصغيرين لما طبعا يكونوا فوق السنه اكيد، يعني وليهم سنان وبياكلوا كويس. نقطع لهم الجزر ده زي الباتش الشيبسي بالظبط، رفيع قوي لو دي فيها بصوا هنا في المبشره كده في ناحيه اللي هي بتاعت البطاطس الشيبسي دي رفيعه، ايوه دي اهي باينة كده، دي نقطع لهم بيها الجزر فيطلع معاهم رفيع، ويمكن بيضايقوا من الجزر انه بيبقى ناشف عليهم شويه، انما لما بنقطعه كده بالطريقه دي بيطلع زي الشيبسي. وكمان رش عليه سكر بسيط خالص وسيبيه شويه، هتلاقيه بقى مسكر وهم حبوه بدأوا ياكلوا، بس سكر بسيط مش سكريه عشان برضه مش عايزين لهم سكر كتير، انا حاجه بسيطه خالص. يبداوا بقى يتسلوا عليه كده احسن طبعا ما تجيب اي حاجات اللي في الكاس اللي بره اللي بيتسلوا عليها دي. ابدا كده، حاضر، هنزل الخضار بقى كده، الفلفل والكوسه والجزر كله مع بعضه، ماشي، واقلبهم تقليبه واحده كده معاها مع الفلفل الاسود وعصير الطماطم، اخليه بس يغلي غلوتين هنا خلاص. طيب انا على ما المكرونه تتسلق
والطماطم دي تغلي غلوتين، عصير الطماطم التقيل مع الخضار. هطلع في فاصل وهرجع بعد الفاصل لك هنعمل فيه ايه بعد الفاصل. وفاصل ونص. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل والطماطم يعني غليت شويه هنا كمان، غليت شويه ما اتسبكتش، انا بقول غليت بس ماشي. هطلع بس السبايدر. والمكرونه اتسلقت يمكن يعني نص سوا مش سوا كامل اهي. ماشي كده. جبت الصينيه هطلع فيها كده المكرونه النص سوا. ليه نص سوا؟ لان انا هديها طماطم هي هتكمل سواها فيها، وهعمل صينيه جميله وعملاقه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، يعني تقضي ما شاء الله اسره. خلاص كده. وبصوا الخضار بقى بيغلي مع الطماطم كده. كل ده انا هدخله في فرن مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده الخضار على المكرونه. بسم الله. بصوا بميته كده كله هو ما تسبكش، انا بقول غلي شويه. عصير طماطم غلي مع الخضار تمام كده. هتلاقي عصير الطماطم بينزل تحت كده مع المكرونه ولسه هيغلي فيها ويكمل سواها. طيب انا مش عايزه احط جبنه، انا عايزه اخليها كده سواء مثلا صيامي او ما احبش الجبنه او عايزه اخليها قرديحي، بروح مغطيها بورقه الومنيوم ومدخلاها الفرن حوالي نص ساعه. ماشي. عايزه احط لها جبنه، احط لها عشان شكلها يبقى احلى، عشان ازود القيمه الغذائيه. اللي انت عايزاه يعني ممكن جبنه وممكن لا. حتى انا لما بحط الجبنه هحطها ايه في الفرن من تحت مش من فوق. ليه هحطها في الفرن من تحت مش من فوق؟ عشان لسه هتكمل سوا، هي لسه بسوي الخضار ولسه بسوي الايه المكرونه بتكمل سوا معانا. فهنزلها كده من تحت تسيح الجبنه براحتها. بصوا حتى لو في سائل لو واضح كده من تحت في المكرونه لسه موجود هيكمل سوا معاها. ما حطيتيش الجبنه، حطي ورقه ألمونيوم ودخليها وسيبيها يعني غطيها ورق الومنيوم كويس تمام كده. اهي شفتوا اهي ميه واضحه بتاعه الايه المكرونه بتاعه عصير الطماطم. طيب اعمل حاجه ثانيه بالخضار برضو، انا مصممه. هنعمل ايه بالخضار؟ سلام جاهز ترميعه صغننه. هعمل اومليت بطاطس باللحمه، دي يعتبر غدوه للاطفال زي ما انتم عايزين. ايه اللي معايا بقى هقول لكم دلوقتي. انا عندي لحمه مفرومه ممكن قطعه قد كده اهو، يعني مش هقول لك حتى ربع كيلو ولا ثمن كيلو، وانت عندك معلقتين لحمه مفرومه هنشتغل بيهم وهتعملي بيهم بلوت حلو قوي. فعندي لحمه مفرومه انا هقول وانت حسب ما انت عايزه بقى تحطي قد ايه. بصل مقطع صغير او مبشور، بطاطس وكوسه وبيض وبهارات وملح وفلفل. نعمل ايه؟ نعصق حته لحمه، نعصق حته. انا هقعد بقول لك ايه صغننه، حته صغيره ماشي. نعصقها ببصل وشويه زيت او سمنه. نجيب معلقه هنا ناخد ايه نص معلقه سمنه. انا بس عايزه اعمل اومليتايه واحده للاطفال او اتنين يعني حسب ما انت عايزه، وممكن معلقه لحمه واحده مفرومه تعمليها. بس ساعات الواحد بيقول ايه ده انا كده كده هعمل وهقعد احمر في بصل واسوي في لحمه. انا ممكن اسوي ربع كيلو كله نص كيلو كله زي الحته اللي انت عايزاها وتشيلي الباقي، تعملي معلقه معلقه زي ما انت عايزه. شويه ايه سمنه كده، احط حبه بصل. وانا حتى هوريك انا هعمل كميه قد ايه. شوحها. شويه ملح صغيرين. دي كمان من ضمن الاكلات السريعه،
انا عايزه اعمل اكل ومش فاضيه او مش عايزه اطبخ النهارده وجعانين ناكل ايه، ممكن نعمل دي سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه على طول كده بنروح عاملينها ما تحطش في ايدينا حاجه. بص بص ممكن اعمل ايه، ده انا هعملها دلوقتي. معلقه لحمه اهي، معلقه لحمه مفرومه، شوية فلفل أسود، طبعا كل ما بتقل الكمية تبقى الموضوع أسهل وأسرع. أنا بقولك ده لو أنتي مستعجلة مش عايزة تعملي حاجات كتير. أسوي بقى طبعا معلقة لحمة تاخد قد إيه؟ هوا بتكون مستوية. تستوي بقى معلقة اللحمة دي، اروح ايه عايزة خضار زي ما اتفقنا، نحط الخضار نحشره في كل حاجة. هعمله دلوقتي اومليت ببيض ولحمة مفرومة وخضار، كوسة وبطاطس. هاخد بطاطسية صغيرة، طبعا مش هاخد كل دي، وراح بشراها ممكن نصها على اساس ان انا ايه بحب الكوسه الخضراء انا قوي، مخضره قوي كده حلوه مش مسمره، وعليها الكوسه. ماشي اللحمه كده خلاص، هي معلقه لحمه فتاخدش وقت، يعني في علمكم بصوا هي معلقه لحمه واحده بس بتفرق قوي في الاومليت ده، تعملوا طعم حلو جدا. ماشي هعمل مثلا 2 بيضة 3 اللي يعجبك، ممكن هعمل بيضتين كفايه، هاخد 2 بيضة شويه ملح وفلفل عليها البيضه والخضار كمان اعمل حساب الخضار، واضربهم كده حتى بالشوكه بس كده. يبقى انا هنا ايه 2 بيضة والملح والفلفل، وهنا حطيت ايه معلقه اللحمه بس مع معلقتين من البصل، شوحت معلقتين البصل مع شوية الملح، وبعدين نزلت عليهم معلقة اللحمة والبهارات والفلفل الأسود. تمام كده، هنا البيضتين اهو بملح والفلفل، هشيل دول كده. اخد انا ايه بشرت بطاطساية صغيرة، او اخدت نص البطاطساية دي كده يعني اهي، هنزلهم على البيضة على البيضتين. واللحمة المفرومة بعد ما هديت شوية تنزلهاش تخن على البيض، شايفة الكمية قد ايه، وأقلب ده كله كده مع بعضه. أجيب بقى طاسة ممكن دي مثلا، وأحط فيها معلقه نضيف، اخد ايه حته سمنه كاني هقلي بيض بقى عادي، ماشي سمنه او زيت اللي يريحك برضه. تمام كده، كوسه جزر لحمه مفرومه بصل والبيض، هبدأ انزلها بقى كده تسخن بس شويه، اتاكد ان هي سخنت. بسم الله
بطاطسايه نيه، الكوسه نيه، كله ني بس مبشور. انا عايز بس غطا. هقوم فاصل. حاضر. شوف الغطا ده كده. ممكن. طيب انا هسويها على الناحيتين بس، مفيش اكتر من كده يعني، كده شويه واروح جايبه اكبر حاجه عندي بقلب بيها الاومليت، واروح قلبها على الناحيه الثانيه مستويه، بس اغطيها علشان برضو الجزر ني، البطاطس نيه، فالبخار يبدا يسويها اكتر مع تحميرها، وبعدين بعد شويه اوطش عليها النار، اوطش عليها النار عشان تستوي براحتها. خلاص بس كده. فدلوقتي هطلع فاصل الم الدنيا ونكمل الفاصل بعد الفاصل. وفاصل ونقص على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض قرص باللبن الرايب. قرص باللبن الرايب طبعا في الشتاء بتحلى المعجنات، واحنا بنعتش سفر الشتاء اصلا، بس مش مشكله برضه في الشتاء برضه يعني حجه بقى، يعني مش هنعمل معجنات ونقف قدام الفرن نستحلاها الموضوع ده. هنعملها ازاي؟ عندنا هنا 3 كوبايات من الدقيق يعني نص كيلو، وعندنا سمسم نص كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، وهنعجب اللبن الرايب. قرص طريه حلوه جدا. نحط وشها عليها، ممكن ندهنها باللبن الرايب او البيض ونحط سمسم اللي انت عايزاه، بس انا ممكن ادهنه باللبن الرايب بس، وممكن احط له سمسم، ممكن لا، ممكن جوه، ممكن بره، حاجه ترجع لك انت زي ما بتحبي. خلاص. فانا دلوقتي ايه هقدمها كمان، انا جايبه عسل وطحينه تقدم معاها كده كاكله شتويه لطيفه يعني. هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم 3 كوبايات من الدقيق، بسم الله، عليهم معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، واقلبهم مع بعض. يبقى 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، ونص كوبايه من الزيت، حابه تحطي سمسم ماشي، مش حابه بلاش، مفيش اي مشكله، انا هاخد لها كده معلقتين بس، واقلبهم وابدا اعجن باللبن الرايب او لبن رايب وميه. طب انا ما عنديش لبن رايب وعايزه اعمل الوصفه دي، مزاجي اعملها، ما عنديش لبن رايب، مش هروح اشتري علبه بالشاي فري عشان اعمل القرص. نعمل ايه؟ علبه زبادي واضربيها بشويه ميه، خلاص بقت لبن رايب، هي هي نفس المفعول. تمام كده. انا حطيت بس لبن رايب، شلت حبه صغيرين عشان اعمل بيهم الوش. يلا كفايه كده وش القرص. اكمل بميه يعني، اعمل لبن رايب وميه، حبه زبادي مضربين مع شويه ميه برضو زي ما قلت لك، يديك نفس النتيجه. واعمل عجينه طريه، هتطلع القرص طريه. لما بعمل القرص طريه دي لازم اعمل ايه؟ اخلي مثلا اول ما تطلع لازم اغطيها، يعني اما تطلع وتهدى شويه لازم اغطيها باي حاجه، او احط الصينيه كلها جوه كيس، او احطها في علبه واحط العلبه جوه كيس، لازم تفضل طريه للنهارده والبكره. طيب فضل كتير انا عايزه احتفظ بيه، لازم تحتفظي بيه في الفريزر، لازم تحطي كده كل كام واحده في كيس، وبعدين تروحي ايه حطاهم في الفريزر، تيجي قبل ما تستعمليهم بساعه طلعيها حطيها على الترابيزه، هتلاقيها بقت كويسه جدا. تمام. ادي كده العجينه اهي، بصي طريه ازاي، اسيبها بقى كده، انا عايزاها طريه مش يعني مش ملزقه، هتلاقيها بعد ما بخلص يعني بعد ما بتخمر التلزيق بيروح، بس تفضل عجينه طريه زي ما هي، وان ما راحش مش مهم، اشتغلي بيها برده باللي ايديكي شويه زيت او شويه دقيق واشتغلي عادي. كده ناكد عليها بس عجين كده بس، خليها كده، تغسل ايديا بقى، ما بتاخدش عجن كتير برده. و
والله كل المعجنات سهلة جدا جدا، بس خدي الخطوة. لغاية دلوقتي في ناس بتقولي أنا بس خايفة من العجين، مش عارفة إيه اللي مخوفة من العجين أصلا، ما بيعضش والله العظيم، ده سهل جدا وسهل يعني، ما فيش أي حاجة، مجرد ما تبدأي فيه تلاقي نفسك عاجباك الشغلانة. هي كده آخد دي كده، يبقى يخمر اهي. اجيب بقى هنا صينيه الخبز اللي هستعملها، عملتها كده. بصوا بقى طريقه ازاي، ابدا اعملها صغنونه كده، احاول اخلي ايدي تبقى ميزان شويه، وطبعا ده بالتعويج، يعني بتعوجي نفسك على حاجه فتلاقي ان شاء الله بتطلعي الحاجه كلها قد بعضها. اهم حاجه مش عايزين يأس وتصممي تطلعي الحاجه حلوه، اكيد ان شاء الله تطلع معاكي حلوه. فظيعه. توريكو. الله يسامحكم، مش هتكلم عليكم اصلا. ماشي. ابصوا كده، كانت العيون طافحه امبارح. عدوى. بس كده اهي، شكرا. انتوا جابرين الناس دي منين؟ بصوا كده عملتها متوسطة، وبعدين نبدأ ايه نعملها ايه قرصة كده. هي خلي بالك بتخمر تاني، عشان كده نبطت التبطيطة دي، هتبدأ ان هي تخمر تاني في الفرن كده، ولازم بعد ما اعملها كده بسيبها اصلا قبل ما ادخلها الفرن تريح لها قد 10 دقايق ربع ساعة، تلاقيها بدأت تخمر تاني، وبعدين ندخلها الفرن تخمر تالت. ماشي كده، حلوة دي، الحجم ده حلو، قرصة متوسطة. اعمل لها عمليه عشان تدور. والله هي ورزقها بقى، دورت او ما دورتش مش مشكله. طبعا ممكن تعمليها بالنشابه كمان، بس مش قوي يعني، مش عايزه احط لها نشابه عشان ما تفرديهاش زي رغيف العيش، لا يعني برضو فيها سمك، دي قرصه ادي كده تمام كده. في ناس بيعملوا ايه بقى، يجيبوا العجينه ويروحوا واخدينها فردينها كلها وبالقطاعه يقطعوها، بس صدقوني بتفرق في الشكل، حتى مش دي البلدي بتاعتنا يعني، بيروحوا فردينها كلها حته واحده وبالقطاعه المدوره دي ويقطعوا بيها القرص، مش بتحسيها سبحان الله ان هي العجينه وهي كل حاجه عادي جدا، بس تقطعيها تحس ان هي حاجه كده، لا مش بتاعتنا دي، مش هي. احط على وشها بقى ايه اللبن الرايب كده، واسيبها تخمر قد الربع ساعه اللي انا قلتلك عليها او 10 دقايق، وبعدين ندخلها الفرن بس كده. ماشي، اريحها في مكان دافي جنب الفرن كده قد ايه. انا هنا المكرونه خلاص، بصوا بتغلي ازاي، غليان ده اللي بيكمل سوى المكرونه وسوى الخضار. تعالي عشان ما تسخني. ماشي اهي،
هخليها لغايه ما لسه كمان شويه كمان الميه دي تقل فيها، وبعدين اروح ايه شايلها خلاص. ونقدم معاها عسل وطحينه مع القرص دي، حلو قوي متاكل وهي سخنه فظيعه. عسل اسود كده، يلا كلهم يلا على البركه. احنا كرمه جدا، يلا الحمد لله. وطحين عليها، شفت كمان بعزقها اكتر من كده، كتر بطحينه، تحب طحينه اكتر بس كده تمام. ادي كده جاهز، مستني القرص لما تيجي. طيب اطلع فاصل. اوكي طيب هطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وهنعمل حاجه شتويه جدا جدا، استحاله نعملها في الصيف يعني صراحه ما نقدرش، قلبنا ضميرنا ما يجيبناش صراحه، ضميرنا يوجعنا لو عملناها في الصيف، وهي المفتقه. نيجي اول ما يخش الشتاء نقول عايزين مفتقه، خلاص بقى في الصيف بقى يعني بقى ما بتلاقيلهاش نصيبها معانا، لان لو كلتيها في الصيف يعني تقيله جدا، يعني بتغير ريحه العرق كمان، طبعا في الشتاء ما فيش عرق فخلاص هتبقى انت فيها حلوه محوجه، فبتبقى حلوه جدا في الشتاء بس بتتخن جدا جدا جدا، مالناش دعوه خالص بيها خالص. يعني عايزه اقول لكم بنعمل المفتقه دي ازاي؟ اقول لكم المقادير المعقوله يعني جدا. انا عندي هنا هنعمل مثلا بكيلو عسل، انا كل مره بعمل بكيلو عسل بقول ايه يعني على قد ايدينا كده ونعمل حاجه قليله، وعاوزنا نعمل كتير تاني نبقى نعمل كتير. خلاص كيلو العسل ده هنحط له كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الدقيق، نص ولا كوبايه دي ركزوا معايا شويه، طلعوا مقادير على الشاشه عشان بس ايه انا مقادير ما تتلخبطش. ماشي خلاص. يبقى هنحط هنا كيلو من العسل عليه نص زيت بس، بس انت ربنا مبارك فيه، ومعلقتين كبار من الدقيق، ونص كوبايه من الحلبه، الحلبه محوجه او اسمها قرطاس، بتيجي كده قرطاس اللي هو بتاع الايه المفتقه. بس عايزه اقول لكم حاجه، في ناس كتير مش بيلاقوها قرطاس المحوج اللي بيقولوا عليه ده، انت من عطارين البلدي بتوعنا الحلوين دول بنلاقيها عندهم، انما مثلا خارج مصر في البلاد العربية أو الأوروبية ما فيش طبعا الحلبة المحوجة دي، مش بيلاقوها اللي هي القرطاس ده، بس بيلاقوا مغات بيلاقوا حلبة محوجة اللي هي بتاعت زي السحلب دي، بنستعملها عادي جدا، نحط مثلا معلقة مغات كبيرة على معلقتين من الحلبة المحوجة، يبقى خلاص عملنا حاجة شبه القرطاس اللي احنا بنقول عليه، بس احنا جايبين احنا في مصر هنا عندنا وما شاء الله موجودة عند العطارين كتير. فجبنا منهم القرطاس ده حوالي نص كوباية تمام كده. فعندنا هنا هاخد نص كوبايه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وسوداني وسمسم بقى في الاخر خالص، او لا يعني هحطه ايه معاها برده مش في الاخر ولا حاجه. حط هنا نص كوبايه الزيت، يسخنوا هاخد هنا معلقتين الدقيق كاني بقى بشاميل كده، بس يسخن شويه، نص كوبايه الزيت، معلقتين كبار دقيق، يعني المعلقتين الكبار دول اكتر من الربع كيلو، من الربع كوبايه ماشي، اكتر من الربع كوبايه، اخليهم يغلوا كده مع الايه، اخلي الزيت يغلي مع معلقتين الكبار دقيق دول اللي هم حوالي ربع كوبايه، اهو بصوا بيبدا الزيت يغلي معاها كده، هنزل عليها لما تغلي بس شويه كده الدقيق دوت، لازم اسويه كويس لان انا لما انزل العسل مش هغلي كتير، هغلي العسل بس ايه يعني كام مره كده وخلاص. فانا هنا عايزه اسوي الدقيق ده بيغلي اهو، هنزل معايا نص كوبايه المحوجه او ال القرطاس، قرطاس المفتقه، واقلب. بصوا دي على طول بتطلع، ولو ما فيش بالحلبه المطحونه والمغات اللي هو الحلبه المحوجه اللي بنشربها زي السحلب والمغات،
واقلب واطلع الريحه برضو. عندي سمسم وسوداني بس انا بحب السمسم فيها هو اللي كتير. اسيب المغطي يغلي شويه كده مع الدقيق والزيت، يبقى هقول تاني نص كوبايه زيت عليهم معلقتين كبار من الدقيق عليهم نص كوبايه من القرطاس او نص كوبايه من الحلبه المحوجه مع معلقه مغط كبيره. ما لقيتيش المحوجه في مصر او بره مصر بتجيبي ايه المغات والحلبه المحوجه، لو ما لقيتيش القرطاس بتاع المفتقه هما بيحطوا له حاجات يعني، هو في زياده شويه بسيطه بس يعني لو ما فيش مش هتلغي الاكله يعني، لان هيبقى فيها مش عارفه حاجات خضراء كده وحاجات بيبقى في القرطاس ده غريبه شويه، بس مش مشكله لو ما لقيناش احنا بنتصرف وهنعمل الاكله برضو بمعلقه المغات ونكمل بقيه الكوبايه بحلوه محوجه. اهو غليت كده، ابدا انزل السمسم، انا حاطه بتاع كوبايه ونص كده من السمسم عليها واخليها تغلي مع المغات برضو. سمسم محمص، ماشي سمسم محمص، خليها تغلي. واحط كيلو عسل، بس الاول يغلي السمسم كده مع كل الكلام ده، الترتيب ده مهم. اهو بص بيغلي شويه كده، هنزل بقى العسل. كيلو العسل، على طول ريحه المفتقه بتظهر سبحان الله، التحويل التام. تغلي عشان تتقل بس معايا شويه، بغليها حبه حبه، تحطي سوداني حطي سوداني، حبه تحطي في البطرمان على طول اللي يريحك. انا بسيبها تغلي حبتين كده عشان يتقل معايا كام غلوه يعني، قولي مثلا ايه بسيبها بعد ما تغلي 3 دقايق تغلي، بس بعد ما تغلي تبدا تغلي بس 3 دقايق تغلي عشان تتقل وتبقى حلوه وليها ايه عرق كده زي ما بيقولوا، زي المفتقه بتشتريها من بره بالظبط. تمام، طبعا دي مده صلاحيتها طويله جدا، تقعد طول الشتاء مش بيجرى لها حاجه معاكي، ما فيهاش حاجه اصلا تبوظ. انا الدقيق غلياه كويس جدا وحاطه قرطاس المحوج دوت غليته معاها، نزلت بعد كده السمسم وغليته معاهم، بعد كده العسل وغلي كمان لمده كده كده العسل ما بيبصش يعني بره الثلاجه برده. حطاه فيها قد 3 4 دقائق يغلي، فهسيبه كده شويه يغلي. تمام، انا المكرونه هي طلعتها. خدوا بالكم المكرونه ما بتبقاش حمراء قوي، بتبقى بيضه شويه، لو انت عايزاها حمراء بتضيفي صلصه مع عصير الطماطم، تمام كده يعني ديت اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هتطلعي بقى القطعه منها هتلاقي المكرونه فيها الخضار فيها الجبنه، بس المكرونه مش حمراء قوي. تمام، انا اهو مع العسل اقلب فيه كل شويه. طبعا كانوا زمان في واحده مخصوصه بتمر على البيوت، ست كبيره بتبقى عندها خبره المفتقه دي، تمر على البيوت بتعمل لهم بصفيحه العسل، عارفين الصفيحه الكبيره دي؟ مش عارفه انتوا يعني الجيل الجديد عارفها ولا لا، حاجه شبه صفيحه الجبنه كده كبيره او البلاص الكبير دوت، وتعمل لهم بقى حلل كبيره جدا اللي هي تبقى اكبر حله كان دايما بيوتنا القديمه فيها الحلل الكبيره دي، اللي هي اكبر حله للمناسبات بيسموها بقى، يسيحوا فيها السمنه لو عندهم وليمه عندهم خروف وعايزين يسويه كله على بعضه يبقى عندهم حلل كبيره جدا. فكانت الست الكبيره دي تيجي من السنه للسنه تعمل المفتقه للعيله كلها، يعني اخوات كده مع بعض مثلا ولا العيله يعني العيله وعيله العيله مش العيله بس، ويفرقوا على بعض بقى هدايا من المفتقه دي. وطبعا ساعتها بقى بتبقى الريحه في الشارع كله مش في البيت بس اللي عامل. كانت تقاليد جميله جدا يعني زي العيد كده، تبقى حاجه زي العيد. انت عايز تعلى شويه لو سمحت يعني بعد اذنك عشان يغلي لسه بدري شويه معايا. يلا يا باشا
نقدرش نعملها في ثانيه، ما فيش 10 دقائق ربع ساعه يكون المفتقه جاهزه. ده كان طول النهار يعملوا في المفتقه ويطحنوا الحاجات دي بقى اللي هي ورطات المفتقه ده، يطحنوه على ايديهم بقى، يجيبوا الحبه الخرز الحبه الخضراء ولا الخرز الاخضر حاجه كده يعني بيسموها مش عارفه ايه، ويجيبوا بقى كل المكونات ويطحنوها على ايديهم ويبداوا يحمصوا السمسم، ينقوا السمسم كان زمان ما فيش حاجه مش نظيفه كده، كان الاول السمسم ده يجي لازم يتنقى ويتغربل والكلام ده كله، فكان بقى عشان كده بيقعدوا فتره طويله جدا طول النهار بقى ينقوه ويصفوه ويحمصوه شغلانات يعني. حاضر. طيب انا دلوقتي هطلع فاصل وانا هقعد اقلب زي ما انا كده لغايه ما تجولي بعد الفاصل. فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بتغلي اهي معايا العسل بيغلي، وهديت عليه النار وسايباه يغلي شويه زي ما اتفقنا حوالي 3 4 دقائق، واشيله عشان ما يمررش برده يعني، لا نطول ولا يبقى ايه، لو احنا شلناها هتفضل طريه زي ما هي، لو احنا عدناها كتير بتمرر، واخدين بالكم؟ فاحنا لازم 3 4 دقائق وخلاص وكفايه كده قوي. ماشي اهي كده قلبتها خلاص هي كده. انا بس حبيت اوريكم على النار قوامها بقى عامل ازاي، بتحس ان هو سايب بس لا، اول ما بتحطيه في البطرمان بقى خلاص بيقفش بعد كده بقى، يبقى تقيل وحلو زي ما انت عايزه. طبعا لو حباه اتقل بتزودي دقيقه، هو على فكره بيزود دقيق اكتر يعني شويه، لو عايزين يبقوا اتقل بيحطوا مثلا نص كوبايه، ده بيتقله طبعا اكتر كمان. ماشي اهو كده خلاص، اشيله مع النار بقى اسيبه ايه يهدى شويه، واروح حطه في البطرمان يهدى حبه صغيرين بس كده وعلى طول هحطه. طيب على ما يهدى انا هقول لكم، انا طبعا طفيت على النار خلاص طفي كل العيون. عملنا مع بعض ايه؟ عملنا المكرونه اللي بالخضار والجبنه، انا سلقت المكرونه نص سلقه حطيتها في البايركس، انا اقول لك الوصفه والمقادير. سلقت المكرونه كيس مكرونه قلم نص سلقه وحطها في الايه في الصينيه، رحت جايبه الخضار، جايبه كوسه وجايبه جزر وجايبه فلفل وجايبه بصل، كله اتقطع، البصل مقطعته قطع صغيره كده، شوحته على النار بشويه ملح، نزلت عليه الخضار بعد ما تشوح حبه صغيرين، نزلت الجزر، نزلت الفلفل متقطع صغير، الكوس الجزر بشرته، يبقى الكوسه قطعتها رفيع، الفلفل قطعته رفيع، الجزر بشرته، ورحت منزله كله على الايه؟ على البصل، نزلت معاه عصير الطماطم على طول بعد تقليبه واحده، سبتها غليت غلوتين ورحت حطاها على المكرونه وعلى وشها الجبنه ودخلتها الفرن، مش عايزه جبنه، غطيها بورق الومنيوم كده دخليها الفرن، الميه بقى بتاعت المكرونه بتنزل وتسوي بتاعت الطماطم بتنزل وتكمل سوى الايه؟ المكرونه. عملنا ايه تاني؟ عملنا اومليت بالخضار برضو زي ما اتفقنا، الخضار عايزين نزوده كتير بالخضار واللحمه. انا سبكت معلقه لحمه، عصقت معلقه لحمه بالظبط، معلقه لحمه على بصلايه متوسطه قطعتها صغيره او بشرتها، شوحتها على النار، نزلت عليها معلقه اللحمه مع البهارات والملح والفلفل، فراحت ايه على طول بسرعه طبعا متعصجه معايا، شلتها من على النار، جبت بطاطسايه صغيره على كوسايه برضو صغيره وسط يعني، بشرتهم الاثنين مع بعض، ضربت معاهم اثنين بيضه وملح وفلفل، وحط عليهم اللحمه اللي عصقتها وعملتها اومليت قرص واحد كده بالشكل ده. طبعا حابه تكتري هتعملي اقراص بقى، خلاص في الطاسه وتغطيها وبعدين تقلبيها الناحيه الثانيه، ممكن تعملي حاجات صغنونه او زي ده زي ما انت عايزه. تمام. عملنا بعد كده القرص اللي باللبن الرايب، انا جبت نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، رشه الملح، قلبتهم مع بعض، نزلت على نص كوبايه من الزيت وعجنت باللبن الرايب وكملت بالميه، وحطيت على وشها لبن رايب زي ما انتم شايفين كده، ورحت ايه سبتها تخمر تاني ورحت مسوياها. خلاص. عملنا ايه كمان؟ عملنا مفتقه صديقه الشتاء. عملنا صديقه الشتاء ازاي؟ المفتقه جبت كيلو من العسل عليه معلقتين كبار من الدقيق او زودي شويه لو انت عايزاها اتقل، وحمرتها بنص كوبايه من الزيت، حمرت الدقيق نص كوبايه من الزيت،
وبعدين تحط عليه القرطاس اللي هو حوالي نص كوبايه من الخلطه دي، وبعدين حمرتهم كلهم مع بعض، نزلت عليهم السمسم، وبعدين قلبت برضه لغايه ما غلي، نزلت كيلو العسل وقعدت اقلب فيه 3 4 دقائق على النار بالشكل ده. بس هي هديت شويه، ابدا احطها في البطرمان عشان بتبقى سخنه جدا، ما ينفعش اول ما تعمل، لا لازم اهوي كده عشان البطرمان بيبقى ازاز. طبعا في الاحسن حاجه احطها في ازاز. انا حطيت معاها سمسم، حبه سوداني، حطي على وشها بس سوداني، حطيها زي ما انت عايزه، بس لما تهدى بقى عشان لسه هتجمد بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي كده المفتقه تمام. حابه تحطي على وشها زيت ممكن، بس كده هنضف بس الايه البطرمان، يعني بص بتجمد كده هم، هي بص بتلزق على طول ازاي، لما تبرد بقى تعرف ان هي هتبقى بالسم كده عشان بتلزق في البطرمان، فعلى طول بتعمل ايه بتبرد بسرعه، هي عشان سخنه سايحه كده تمام. فانا هسيبها كده، ودلوقتي خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. السوداني هخليه جنبها عشان احطه على وشه في الاخر، او مش عايزه بلاش زي ما انت عايزه. كده خلص حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه، الى اللقاء. Thank you.